بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هتكلم هنا شويه وبعدين هبص هنا شويه كده عشان بحب اشوف الناس كلها صراحه. يعني منورين وانا سعيده جدا بتواجدي مع الجاليه الفلسطينيه. لكم في القلب محبه خاصه مش مني لوحدي، ده من الامه كلها. يعني ربنا سبحانه وتعالى يا رب يحقق موعوده، واحنا مؤمنين بوعد الله وعندنا ثقه في موعود الله عز وجل. ارض الخلافه المقدمه هي ارض فلسطين، ارض المحشر ارض فلسطين. اقرب الناس لقلوبنا احنا كمصريين فلسطينيين، ما بفهمش حد من قلوب الفلسطينيين. تجاي جاليه ثانيه ببقى عايزه مجهود عشان افهم. ربنا سبحانه وتعالى يا رب يكرمنا واياكم ويجعلها محاضره مباركه باذن الله. خليني في البدايه عايزه اكلمكم على الاسره، يعني هم قالوا لي اتكلمي في محور معين، بس انا بيني وبينكم ما بحبش التزم باي حاجه حد يقولها. خلينا نتكلم ونشوف طبيعه المشاكل اللي بتحصل في الاسره. انا نفسي اروح مكان ما بقاش فيه مشاكل، وينفع كده؟ نروح مكان نعيش فيه سعاده وفرحانين ومبسوطين. وعليكم السلام ورحمه الله. وما يبقاش في مشاكل لا في حياتنا ولا مع اولادنا ولا مع نفسنا ولا مع الاخرين. في الجنه طبعا، جنه. وده اول حاجه احنا نخلي بالنا منها، ان طول ما احنا في الدنيا وطول ما احنا عايشين في الدنيا العظيمه اللي احنا فيها دي، فدي ارض ابتلاء. نبلوكم بالشر والخير فتنه، والله عز وجل جعل بعضنا لبعض فتنه اتصبرون. لكن اللي عايش بقى بسقف توقعات عالي قوي، واللي عايش عشمان قوي في اللي قدامه وعشمان قوي في اصل انا بحبها، اصل انا بحبه، فاستحاله اللي بحبه يجيلي منه اذى، فيحصل ايه؟ تتخذلي، تنكسري، تتصدمي. ليه؟ اصل معليه السقف قوي. في مين؟ في بشر اللي هم ايه اصلا؟ اللي هم ناقصون كلنا، كما قال ابن القيم الخلق ناقصون، ما كمل من الخلق الا رسول الله صلى الله عليه الصلاه والسلام. فبتحصل مشاكل. ليه؟ عشان بنحب، خصوصا احنا بقى ما شاء الله علينا النساء، اللهم بارك بقى. يعني قلوب 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 قلوب، مشاعر طالعه. اما بتحب بتحب بكل جوارحك، بتحب من صميم الداخلي جواك. بتحب مساكين احنا طيبين. ولو اللي قدامك ما قدرش كميه الحب دي او عطاكي الاشباع العاطفي ده، بتتبلي وتبقي لسه صغيره مش باين عليها، مش باين عليها بقصص دي خالص. تقول لك عندها 80 سنه او انا حسن خلاص. ليه؟ الورده والسقيه بتاع قلبها من العاطفه لم يسقى، فتنصدمي تتبلي تعملي عشان راميه كل احتياجك على بشر. طب مين يمدك؟ الله عز وجل. مين يكفيكي؟ الله عز وجل. ايوه بس احنا برضو بنحب نسمع الكلمه الطيبه، صح؟ بنحب نسمع شكرا، كتر خيرك يا ست الكل، تسلم ايدك، ده انت نور العيون، ده انت على الراس انشال. حد بيسمع كده ما حدش يجاوب طبعا، يعني ما حدش يجاوب. فتحصل مشاكل. خلينا ما نقول احنا ما نعرف السبب نروح العرض. العرض الحزن، الصوت العالي، دايما في خناق. ايه السبب؟ سببه عدة مشاكل حاصلة. تعالى عدت كذا حاجة فيها كده، وأنا بقول أنا هقول الحل، يعني مش هستنى نعدد ونكتئب، مش عايزين كده النهاردة، عايزين نفرح النهاردة. بس نقول السبب وإيه الحل بتاعه؟ أول حاجة ممكن تسبب مشاكل ما بين زوجين قطائين كانوا بيحبوا بعض وبعدين حصل مشاكل. كل واحد عايز يغير التاني، عايز يغير طريقة تفكير التاني، عايز يغير لبس التاني، عايز يغير طريقة أسلوبه مع الأهل أو الخير أو الغير أو اللي بره أو اللي جوه. طيب الحل إيه؟ الحل إن أنت في البداية لما تيجي تختار تكون واضحين. أنا حابب واحد اتنين تلاتة في شريك حياتي، ماشي الناس المقبلة بقى. أنا حابب كذا 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 ومش حابب كذا. فلو اللي قدامك مش بالسمت اللي انت عايزه، مع السلامه يا حبيبي، البابي وفوت 1700 جمل.
لكن هنصلح، اصل بكره يتغير، اصل هخليها مش عارفه تقلع حجاب وتلبس حجاب ايا كان. لو اصل عريسها رفيعه فممكن اعمل لها نظام. اللي انت عايزه اختاره من البدايه، لكن ان انا اخد حد واخليه يتعلق بيا عاطفيا وارجع انت مش عاجبني لازم تتغير، اصل مش عارفه انت شكلك، اصل كده، اصل مش عارفه في ايه، في سوق الحريم، الكلام اللي بيسمعوه النساء. يحطم 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 وما تبقاش عارفه في ايه. تقول لك هو كويس بيصرف على البيت والاولاد وبتاع، بس هو كسرك، بس انت من جوه متألمه بسبب ايه؟ نقد نقد نقد. ليه؟ اصل انا عايزه اغير. لا شكرا. فالبنات كم واحده بنوته النهارده موجوده معانا؟ مفيش حد مفيش حد مقبل، كله متزوج بقى. اثنين اثنين الاولاد تمام نادره. طب البدايه انت اختار اللي انت عايزه، وانت اختار اللي انت عايزاه. مفيش حاجه اسمها اصلا هغيره بعد كده صعب. صدقيني انا جايه لك من المستقبل. بصي جايه لك شايفاه جايه لك من المستقبل وجايبه لك الخلاصه. موضوع ان انا اسعى للتغيير ده ثبت فشل. الا اذا بصوا الشخص ذات نفسه من جواه هو عايز يغير. تمام؟ في حد مستخبي هنا نشوفه؟ لا مفيش الحمد لله. إلا إذا الشخص ذات نفسه هو أنا حاسس إن في أمور معينة فعلا مش صح فأنا حابب أغيرها فأنا هغيرها. خلاف كده لأ، انسوا. ما بيحصلش. ما بيحصلش. يبقى السعي لتغيير الآخر هيسبب عليه نوع من أنواع النقد، لوم، إحساس بقلة القيمة، مش شايفك مالي عيني. وانت مش شايفاه مالي عين فتحصل مشاكل. طيب حاجه ثانيه بيقع فيها برضه البنات، يبان العيب في فتره الخطوبه وتتغاضى عنه، وتيجي بقى بعد ست اشهر مثلا ولا عروسه شهرين مثلا وتقول لك في مشاكل. طب ما يا بنت الحلال، ما انت شفتي، ما انت شفتي في الخطوبه واتبان لك الامر. ما تفهميش الا نفسك. فالنقطتين دول مهمين، ده أول حاجة. تاني حاجة ضعف التواصل. دي بقى مشكلتنا احنا صراحة كلنا. أنا أرى حقيقة إن المشكلة كبيرة أساسية عندنا كنساء. وطبعا كرجال في الوطن العربي ما شاء الله علينا احنا ما بنعرفش نتكلم، ده حقيقي. ولو اتكلمنا ما بنعرفش نعبر عن الصميم الداخلي اللي جوانا. تبقي بتحبي على فكره وعاشقه وتيجي تتكلمي، يا اما تعيطي تلخبطي له الفصين بتوعه يتبلبل، يا صوتك يعلى. والله العظيم الف مليون في الميه انت عندك حق، وما في حاجه بتقوليها ولا في زوجه مره جات لي وهي اللي غلطانه، بس اسلوبها في طرح المشكله هو اللي غلط. فاعملوا ايه بقى رجاله ذكيين؟ اعملوا ايه؟ يسيبوا المشكله. شفتي؟ قلت ما كانت عيوطه جايبك بقى على طول اعمل لي انا ايه في الدموع دي؟ ها؟ فيسيبك، لانه ما بيعرفش الرجاله بتتبرجل عيوق دموع النساء. عليكم السلام. يا مرحبا. دموع النساء تبرجل عقل الرجال. ما تعرفش. ما حلو عايزين نبرجل له. نعم؟ تبرجل الله. تلخبط تلخبط الطبيب يعني تلخبط عقل ما يعرفش، ما يبقاش عارف يفكر في الفص اليمين ولا الفص الشمال. والصوت العالي، الصوت العالي كانه المخ الراجل بيبقى شايف الصوت العالي. عارفين ايه؟ زي كانك جايبه اسهم، كم شفت القنفذ والشوك بتاعه، جايبك اسهم كده وعماله تحدفي عليه. الصوت العالي عند الراجل بيمثله كده. احنا لما بنيجي نرسمها بنرسمها مدببات كده، وكانك حاطه المدببات دي جايه عليه، هيعمل ايه؟ دفاع او يهاجم، فما توصليش لحد. طب نعمل ايه؟ ما تعيطيش، يعني اول حاجه ما تعيطيش، عبري عن اللي جواكي. احنا ما بنعرفش. عارفين الايموشن اللي بيبقى بتاع الواتس اللي بنبعته ده؟
احنا مش بنعرف احنا اي حاله منها ممكن تكون الاموشن ساعدت شويه. يعني مثلا تقولي ايه، انا بقيت اكره زوجي ومش حباه وعايزه اتطلق. مش ده الحقيقي صدقوني. الحقيقه انك واخده على خاطرك علشان هو ما خدش باله انك مسرحه قبطتين النهارده وعامله فيونكة ولابسه، فما شافش. انا خلاص مش شايف. انت ما بقتش تحبني ليه؟ اصله علشان اتاخر مع اصحابه، كان صاحبه عايزه، كان راجل معاه، فقام في الموقف. او هو نفس الكلام، انت ما تروحيش عند اهلك تاني وما تعملش، ما تروحيش مع اصحابك واتاخرتي وبتاع وكذا. مش دي المشاعر الحقيقيه. المشاعر الحقيقيه اللي جواه البيت وحش من غيرك. انا ما اعرفش ادخل البيت وانت مش موجوده، نورين البيت. هو ده المعنى. فاحنا مش بنقول اللي جوانا صح. رقم اتنين، ما بنعرفش نقول ونعبر صح. طب محتاجين ايه؟ نعبر. مقولة عظيمة جدا اتقالت في افلام ومسلسلات، اكبر غلط وميديا اتعملت كده الجيل بتاع 20 30 سنة 40 سنة، الاهتمام ما بيطلبش. مين قال كده؟ مين؟ ده بيطلب والله يا حبيبتي. بيطلب لان الرجالة مش بتشم على ظهر ايه؟ ما بيبقوش عارفين انت عايزه ايه وبتاع. مالك؟ مفيش. طب ما اعرفش. اعرف لوحدك. اعرف منين يعني؟ لا ده كان مقطع السمك يعني مش شاطر يكلم. اه بيكلم بس ما يعرفش انت مالك. انت بالنسبه له صندوق مغلق. عبري، قولي. انا عايزاك وانت داخل تقول لي وحشتيني. انا عايزاك بعد الاكل تقول لي تسلم ايدك يا ست الكل. واولاده يشوفوا سمت الراجل، سمت الزوج بيعمل كده ليه؟ هيحاكوا. اطلع عيل في زوجته تقول الله يبارك لك، الله يبارك لها ام الزوج ده، شوف علمته ايه. شكرا. يبقى انا بعمل غرس تربوي وبعمل تعديل سلوك للكبير. قول. اصل لو انا قلت انه قول ما بتبقاش لا حد، بس هو يعرف. عارفين حاجه؟ المخ عباره عن صور زي الكاميرات دي. لما بنيجي نحفظ احنا فاكرين احنا بنحفظ الكلمات، غلط. احنا بنحفظ شكل الصفحه. والله انا فاكره ان كان في صفحه، كان في علامه هنا وهنا، صوره. فالمخ كله صور. عشان كده اقول لك ايه، لما تبقي نازله مول ونازله تشتري بلاش عينك تجيب كتير قوي، روحي على الحاجه المحدده، ما تحرقيش خلايا المخ. والناس اللي عندها احداث كتيره بتنسى كتير. عشان كده طول ما انت قاعده على الموبايل بصي عماله تعملي ايه، وبقى عندك قله تركيز. ده اللي الاولاد بيعانوه على فكره، قله التركيز. ليه؟ خلايا عماله تتحرك، صور 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 في المخ. فانا عايزاكي تحطي صوره ثابته في مخ زوجك. ايه؟ قولي شكرا، قولي بحبك، قولي وحشتيني. انا باخد مضاد حيوي 4 مرات، فانت كل 6 ساعات تقولي كده بحبك بحبك بحبك. قول. هو هيتعود. تتحط خليه في دماغه اسمها زوجتي بتقول كذا، اسمها وانا بفتح الباب ببتسم السلام عليكم يا سلام ارحب بيك وهكذا. يبقى ضعف التواصل اللي بيسبب مشاكل او يسبب حاجه، بصوا اسمها اسمها ايه؟ الخرس الزواجي، كارثه. طلاق صامت، خرس زواجي ده ناقوس خطر. يعدي يوم ما بنتكلمش، يعدي يوم ما حكيتلوش على اللي جوايا. المرأة محتاجة كام كلمة في اليوم؟ مين تقول تقولها؟ يا هلا يا هلا. كام كلمة في اليوم تقولها؟ 6000. 10، مين يزود؟ المرأة بتحتاج 25,000 كلمة في اليوم علشان ترتاح. 25,000 كلمة عشان تطلع. هقول لكم حاجة دلوقتي تحفة جدا. ولو ما طلعتش ال 25,000 كلمة هتحوشهم له تاني يوم 50,000. ده هو من مصلحته إنه يسمع. أعمل إيه؟ أنا ما بحبش أنظم. أعمل إيه يعني؟ أعمل إيه عشان ما أجيش في وقت أنا فيه كاتمة نفسي ومحدش بيسمعني وأحس بالوحدة واستنى صحبة زي دي جميلة عشان بحب كده ابقى في وسط الخوات والنساء ونتكلم وحد فاهم دماغي نعرف نتكلمه وناخده ونده. ده من احتياجات اساسية للمرأة. عشان كده اقول
لو مفيش حد تتكلمي معاه افتري صحة صالحة، ما تسكتيش، ما تتوحديش، ما تجيش نقول تاخد دواء اكتئاب ونقعد تاخده سنة وبعدين تقعد عشان لأنه جدول عشان يعدل كيمياء مخ عشان تقلل منه لازم سنة أو ست شهور وست شهور، صح؟ طب إيه الحل؟ 10 دقايق يا ابن الحلال من خلاصة كده، أنا عايزة منك كل يوم 10 دقايق فقط، أنا رحت أنا جيت أنا عملت أنا سويت، لكن ليكي يوم ملكي في الأسبوع عشان خاطري. اليوم الملكي مش شرط يعني بيبقى فيه احتياج لزوج زوجة على مدار الأسبوع مالهاش دعوة، لكن في يوم ملكي يشوفك فيه قول له شايف إيه؟ ما تشوفوش. طيب إيه الجديد؟ ده الحصان ولا مش عارفة إيه ولا عاملة إيه في إيديكي ولا يوم ملكي تشبعي نفسك عاطفيا قول أنا عايزة أسمع ليه؟ عشان بقى فيه والراوتر داخل من كل مكان واللي داخل يعمل اللي داخل يمدح واللي قال الكومنت ده تحفه جدا انت جايبه الكلام العظيم ده منين؟ ده انت مش موجود ده انت لأ لولا حصافه المزيد واحد بس حافظات للغيب بما حفظ الله اللهم احفظ نساء المسلمين قولوا امين تشبعي نفسك قولوا قول قول النقطه الثانيه نقطة أعمل إيه؟ أوطي الصوت؟ أعلى شوية؟ طيب تعالي حاضر الناس البعيد مش سامعة السلام عليكم اطلبي تمام كده 10 دقايق كل يوم خليجي اسمك ايه؟ ريمانت ريمان ريمان يعني ايه؟ له معنى في اللغة العربية؟ ريم تاني ريم ريم ريمان أنقذتها لما نيجي نقول ريمان إليف فاطمة تمام؟ عايزة أخليها في عقل زوجها ريمان 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 إيه؟ 10 دقايق اليوم الملكي خروجة الشهر كذا وانا داخل وانا طالع ده نظريات علميه طبقيها طيب دي اسباب مين ربها؟ الله عز وجل قلب زوجك بايد مين؟ يجيبه لك جرجره كده جرجره احكي لكم قصه عن زوج مليونير تمام او ملياردير ماشي قال والله يا كويسه مصالحه وزي الفل وكده بس انا عايزه اتجوز طب يا عم هي مكسره حاسبها لنا سيبها لنا شهر نظبط لك الدنيا وبعدين نبقى نشوف جه بعد اسبوعين قال انا مش هتجوز والله ما عملناش حاجه لسه قال بصوا قال ايه قال الصوامه القوامه عمرها ما رفضت لي طلب صالحه ذكرت قصة النبي عليه الصلاة والسلام صلى عليه لما طلق زوجاته نزل سيدنا جبريل قال له رد حفصة طبعا عائشة كده كده مردودة رد حفصة إنها صوامة قوامة زوج تاني بعد ما تزوج راح قال لها راح قلت لها ما تروحيش اسمع كلام اللي هقولك عليه هتلفي وهترجعي لا ما اقدرش يا ست اسمعي الكلام اسمعي الكلام بس في شويه ست 7 اخطاء بتقع فيهم كده الزوجه مع الخبر ده لفت وجت اسبوعين ثلاثة كده قعدت شهر بتاع جالها جرجرة اوعي تكوني بتدعي عليا انا عارف ان انت دعوتك مستجابة قلب زوجك بايد مين؟ بايد مين؟ الله عز وجل يجيبهولك جرجرة بايه؟ يصلح حالك مع الله الكلام ده مش بقوله اصلا عشان انا الشيخة هالة واللي لابسة انا بقولك حقايق حد فينا مش مؤمن ان الله سبحانه وتعالى هو رب الاكوان هو اللي خلق الدنيا من كبيرها لصغيرها كلنا مؤمنين حتى لو كنا مقصرين شويه مع ربنا بس ده هو قلوبنا صح احنا يعني انا على نفسي ما بحبش احكم على حد حتى لو بعيد مش ادراكي طيب ما نقول له الله هتلاقيه جه صح ولا لا
هيعوز اولادك احسن انتي، فيطلعوا شغالين بقى الايام دي. على العموم الام الانانيه وجاب بوست انتشر انا شفته تقريبا عامل مش عارفه 200,000 شير. إيه اوعي اولادك وانت نايمه يجوا يصحوكي، إيه ما تاكليش فضلات اللي مش عارفه ايه، حاجات حلوه صحيح وبتحصل. لا لازم يعرفوا كمان هنشتغل على الامومه، كمان هنشتغل على الفطره اللي قال اللي الام ذات نفسها هي ايه؟ غير لما تقعي في مشكله ولا تقعي في كارثه ولا تقعي ماما ادعي لي ماما انت مش ده بيحصل؟ اذا كانت ماما دي بقى انانيه ولنفسها لا ضير انك تحط حدود والكلام ده وتخلي بالك من نفسك، بس ابدا ما يشيلوا الامر اللي انت مميزه بيه كامراه ام. مين هيحن على اولادك اكتر مني؟ مين عايز اولادك افضل مكانه وافضل وافضل بعينك تشوفهم افضل من نفسك الا انت؟ اوعوا تتخلوا على الدور ده، اوعوا تروحوا للثعبان اللي عمال يلف على عقل المراه والبنات بحاجات والاسترونج والاندماج. يا حبيبتي يا دي الهنا ويا دي المنى، اما نبقى ناجحين وفي بيوتنا ومعانا اولادنا ونعم وناجحين في جد ادام انت قادره، لكن اميل الميزان اوقع ركن اساسي محدش هيقوم بغيري ومين يرجعي؟ ده ناقص، ده ناقص صح ولا لا؟ مين يوجع قلبك لما تشوفي عيالك كان ممكن تعملي كذا بس كنتي ملهيه؟ تحول الاهتمام انا اللي يعنيني المرأة اكبر ناقوس خطر في العلاقه، غلط اكبر غلط. من ضمن المشاكل الخيانه. انا قدامي وقت قد ايه؟ لحسن انا ممكن ارغي كتير 10 دقايق 5 دقايق 5 شوف 5 صح؟ الخيانه قال لك الخيانه العاطفيه، انا عن نفسي الخيانه العاطفيه ممكن بعض النساء تسمع فيها، الخيانه الجسديه لا لا الا اذا تاب وحسنت توبته وانت قدرت تسامحيه، خلاف كده الدنيا خلصت. مرة زوجة، الزوجة دي من ضمن الأسى اللي هي فيه بتقول قهوة تاب وكتب لها معرفش نص كيلو ذهب، حاجة عظيمة في الحلم الجاليات اللي بتتصالح على الذهب، وكتب لها مش عارفة إيه وكذا وحسن توبته، بتقول مش قادرة أكون معاه زوجة وخصوصا في الفترة الأخيرة، كل ما أجي أفتكر المنظر اللي هي شافته حقيقة مش قادرة. أنا قعدت سنة كاملة عشان نغير الصورة الذهنية دي، وفي الآخر أنا بحبه العيال بس خلاص. الخيانة العاطفية بتبقى زي طعنة في قلب بدون بنك بدون تخدير، فبيبقى صعب. طب كمل النقاط، انا بس مش عايزاهم يسرقوا. فالخيانه العاطفيه تبقى زي خنجر محطوط في قلب بدون بنج. قال لها بحبك، بيقول لها كده يا ده شغل هوا وروطه. ايوه بس قولي وايدك كتبت وصوتك اتقال. النساء ما بتقدرش، ودايما بحذر حتى الشباب اقول لهم يا جماعه الفترة الأخيرة دي في الحمد لله يا رب الحمد لله في مجموعة من الشباب المقبل أو حديث الزواج سن سنة أو سنتين وبيسعوا وشباب بيسعوا الأزواج والشباب دول إنهم يسعدوا زوجاتهم بجد. أعمل إيه؟ طب بتقول كذا. مرة واحد بعد بيقول أنا دخلت على كلاب هاوس وبعدين هي دخلت ففي واحدة بتهزر، أنتوا عارفين كلاب هاوس الهيصة اللي بتحصل عليه، ففي بنت بتهزر وبتهرق وجت وقالت شعرك حلو مستحاله يكون انت متجوز مش مصدق شعرك حلو وتسريحتك حلو. لقيت زوجتي داخله من الصاله وعماله تعمل وكسرت الموبايل وكذا وشعر هتحلق شعرك وممنوع تخش على الغرفه دي تاني. هو متضايق ان هي بيقول انا ما ردتش وهي ما عندهاش ثقه فيا وكذا، بس المراه بتغير والمحبه العاشقه بتغير، ولو من الهوى ولو من اخواتي. نعرف زوجة تقول لك تيجي اخواته البنات يقعدوا يسرحوا فيه ويعملوا فيه من ايه؟ شهريار في زمانك يا فلا، فالخيانه بتبقى طعنه في قلب الزوجه.
وننبه دايما الشباب والجيل الطالع اوعى تقع في حاجه زي كده، ولو وقعت لازم تستردين، ولا يمكن ترجع في عاطفتها معاك الا اذا استردت. فالامر ده انا ما اقدرش اكلمك فيه ولا انصحك ضد فطرتك. اصدمك، مش عارف ده ما بحبش كده، اصدمك واظلم مشاعرك. لا انا عايزاكي بقلبك، قدرت تسامحي وهو تاب توبه خلاص، ما قدرتيش انا ما بقدرش اضغط على المراه في حاجه زي كده، لكن ممكن اضغط عليكي في امور ثانيه ينفع ناخد وندي فيه، لكن الامر ده بيبقى صعب. فالامر ده نسبي على حسب كل واحده. راحت من المشاكل بقى الحاله الماليه. الحاله الماليه دي كنا عايشين في وضع معين وبعدين ما بقيناش في نفس الوضع، او هو ما بقاش يشتغل، او الماده قليله. الزوجه الناصحه بجد، الزوجه الناصحه اللي تعرف تعمل ايه، اللي تعرف تدبر، اللي تعرف تعمل حاجه اسمها ميزانيه البيت، اللي تعمل حاجه اسمها اظرف. لو ترجعوا لحلقه الميزانيه هتلاقوا على اليوتيوب اظرف. عندنا الظرف رقم صفر، عندنا الظرف رقم واحد، وبعدين الاظرف الصادرات والواردات. الظرف رقم صفر ده يبقى ايه؟ يبقى للطوارئ. بحط ان شاء الله 10 جنيه 100 كده، ماليش دعوه بيهم كل شهر، ماليش دعوه بيهم. وعندي الظرف رقم واحد للمستقبل، وعندي ادي الصادرات بتطلع 1 2 3. يقول لك اصلا خلاص هي الصادرات راحت، ادي البيت والايجار والتراليك والميه والكهرباء والبتاع راح الموضوع. لكن احنا كمسلمين عندنا مردود تاني اسمه البركه. البركه دي مش بكثره الفلوس، ده ممكن يبقى لقمه قد كده ونحنا ندعي الله سبحانه وتعالى بيها بمال حلال يبارك ونشبع منها افضل وابرك من حاجات جايه ب 3000 ليره ولا 4000 ليره. البركه، فدايما نسال ربنا البركه. البركه فين؟ في البكور. صلي الفجر يا بنتي. اللي بتشتكي من ضيق ذات اليد او ضيق ذات عند زوجها صلاه الفجر. ليه؟ في بركه بعدين في البكور. وندعي فتره من بعد صلاه الفجر والشروط دي، هي دي. النقطه الثانيه ان انا ادعي في السجود وبعد الصلاه او الدعاء 3 و4 7 حاجات. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. الله عز وجل يقول لي صدقت 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 صدقت. اللهم اغفر لي قد فعلت، اللهم ارزقني قد فعلت، اللهم اجبرني قد فعلت. الله عز وجل بيقول لنا كده سهله. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. اللهم اغفر لي، اللهم ارزقني، اللهم اجبرني. مفيش اسهل من ديننا، مفيش اسهل منه، بس احنا ما عندنا شويه معلومات شويه، لكن ديننا جميل في كل حاجه، في حل لكل حاجه. طيب من ضمن الاسباب الغياب لاحد الشريكين، يعني واحد سايب البيت، بشتغل دوام في دوام 12 ساعه و13 و18 ساعه عشان اجيب لكم المام، عشان اجيب لعيالك مش عارفه ايه، فمش موجود. لا لازم يكون. طب هنعمل ايه؟ ما احنا برضو ما يعني يا كده يا كده. استقطعي ولو دقيقتين ثلاثه، خدي دايما وتر 3 7 بس، هم 7 دقائق يعني. هو دماغ الراجل بيفصل بعد 10 دقائق، ده حقيقي. اخد 7 دقائق من بعد صلاه الفجر، سلم على الاولاد، السلام عليكم، بنحبك، وحشتنا، سلام. لكن في يوم اجازه، عندنا يومين اجازه، يوم كامل نام وراح وارتاح عشان جسده حق، واليوم الفاضل ده بتاعي انا والاولاد. ما تستغنيش عن كده، لا جلسه العيله ولا اليوم الاسبوعي ابدا. والغياب دايما خلاص مش فارق معاها، او هي اعتادت على الغياب. اسمعي بقى يا دي الزوجه، وهقول لك نصيحه تحفه جدا، اوعي. اسمعوا يا زوجات، اوعي دماغ زوجك يتحط فيها خليه فيها زوجتي غيابي مش فارق معاها. لا ده فارق وفارق، بس ما تبقيش نكديه يعني. فارق معايا غيابك بس بحب، وحشتنا، مالناش غيرك، وحشنا يا عم سماع صوتك، مشيتك فين في الطرقه وانت عمال يعني بتخبط وبترزع فينك؟ يبقى دايما عندك الحس احنا محتاجينك في البيت،
احنا حاسين بافتقادك في، حتى لو مفيش تنفيذ كامل بنسبة 100%، لو 10% حلو بحيث ان احنا نوازن، لكن اتحط في قلب زوجك انا مش فارق، يبقى انا مش فارق. ولما يجي وقت فاضي ما عادي، متعودة وما قالتش وما استقتش وما بعبرتش غلط. ودي نقطة مهمة خلوا بالكم منها. آخر حاجة هتكلم فيها غياب الأبناء. مش غياب الأبناء، غياب الرؤية المشتركة في تربية الأبناء. أنا بربي الطريقة وهو بيربي الطريقة، أو أنا ربي وأعمل وهو ما شاء الله عليه يجي يهدي لي اللي أنا عملته، أو يجي يقول كلمة أنا عملت. لا نتفق، إحنا عندنا مدارس للتربية. مدرسة الصواب والعقاب ليها عليها تعليقات، مدرسة التربية الإيجابية فيها بعض التركات برضو مش كلها تناسبنا، وفي مدرسة التربية الإيمانية، ودي اللي أنا بنصح بيها. أربي أولادي وأخد الخير من هنا والخير من هنا، وأنا أضيف البصمة بتاعتي. ونبقى متفقين على شكل التربية. ليه؟ أصل ماما قالت حاجة فأنا مش هنفذ، فأنا هروح لإيه؟ لأبي عشان يقول لي أو العكس. فأبي قال حاجة فأنا الغلط. غلط يبقى في ازدواجية في إصدار قرارات في التربية بالذات. ما يتعلموش. أو هو مش فاهم بيعالج الأمور بزعيق. وأوجه مش قدام الأولاد. اللي أنا قلته دولت أسباب. أرجع تاني، مين ربها؟ ها؟ قولوا بقى عشان تبقوا شاطرين. مين رب الأسباب؟ الله عز وجل. بالدعاء. اصلح لي حال زوجي يا رب، قولوا آمين. اصلح حال أزواجنا، اللهم آمين يا رب. اللهم اصلح حال أبنائنا، اللهم آمين. اجعلهم صالحين. ويجعلكم كزوجات أفضل نساء في عين أزواجكم، ويكتفوا بيكم، قولوا أمين. ويجعل أزواجكم أفضل رجال في عينكم، اللهم أمين. ويحفظ نساء وبيوت المسلمين، اللهم أمين. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.